قصة قيلت عن أحد أئمة الحرم، وأنا لم أقف على صحتها لكن على من قالها، يقول سبحان الله جاء له ورم في رأسه وذهب إلى المدينة وقالوا لا لازم تروح التخصص اللي في الرياض. راح التخصص اللي في الرياض، اجتمع عليه 14 استشاريا في المخ والأورام إلى آخره إلى غير ذلك، وقرروا أن لابد من فتح إيش الدماغ، ما في حل تاني. قالوا ما في حل تاني، لابد نفتح الرأس، الورم صعب جدا. قال طب أمهلوني أن أصلي ركعتين، فصلى ركعتين ودعا بما شاء الله أن يدعو، ووضع يده على مكان الألم رقية، اللهم أنت السلام ومنك السلام. وبعد ما خلص ركعتين راح لهم، سووا تحاليلهم سبحان الله من أئمة الحرم المدني، ورجل أسيف في تلاوته، ورجل يعني مبكي لا نزكي على الله. فلما سووا آخر تشيك عشان يدخلوه، قالوا سبحان الله يكفي المنظار. قالوا يكفي إيش؟ يكفي المنظار، فإن السلام الذي استغثت به أمنك وسلمك، أمنك وسلمك. وحكيت لكم قصة الرجال اللي جاء من المدينة في مركز الملك عبد الله رحمه الله اللي في مكة للأورام، وقالوا له بعد أسبوعين تعال عشان يسوي لك الكيماوي. فظل في هذين الأسبوعين يصلي ويستغيث بالله، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، والدعاء الآخر لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. فلما رجع قالوا لا تحتاج كيماوي ولا شيء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.